اوكي طلاب، هسه نريد نستخرج هذه القيمة بما يعادل قيمة ما يعرف بالاريا اندر ذا كيرف، حتى على اساسه اقدر ارسم هذا الرسم. حروح الى جدول. هذا الجدول اذا تشوفوه امامكم، هذا الجدول شو يمثل لي؟ اللي هو يمثل لي الاريا اندر ذا كيرف. هذا هو الجدول المل ستاندرد نورمال كيرف. اوكي، شو نستخرجه؟ تذكرون احنا القيمه شو عندنا؟ واحد عدد صحيح وصفر وخمسه. اوكي، اجزئ هذا الرقم الى جزئين. هذا الجزء اللي هو يمثل العدد الصحيح، وهذا الجزء اللي يمثل العدد العشري. اجي على الجدول الموجود هسه امامكم لتشوفوه. تشوفون هو بالاصل هذا الجدول قسم بشكل عام الى ايضا هذا الجزء اللي يمثل الاعداد الصحيحه. اوكي، ايضا يمثل اعداد صحيحه وياها ايضا يعني واحد على صحيحه ونص والى اخره. هنا شو تمثل بوينتات اللي ممكن ان تكون عندنا. اوكي، نجيب المسطره. اوكي، انا ايش داريد؟ هذا هو، يعني هو قلنا واحد عدد صحيح، خلينا الواحد عدد صحيح. اوكي، هذا هو الواحد عدد صحيح. هذا بالنسبة للعمود زد. هسه نروح بالنسبة للصف الموجود هنا بالاعلى، هذا الموجود هسه لفوق. انا شو احتاج يا قيمة؟ احتاج قيمة 0.5. وين قيمة 0.5؟ هاي قيمة 0.5. هسه شو حسوي؟ حجي احاول اسقط القيمة، راح احاول اجي اسقط هاي القيمة الموجودة امامنا. فمن نجي نسقطها، فمكان التقاطع هذا اللي هو شقد القيمة؟ صفر عدد صحيح 3 5 3 1. حنعيد، راح نعيد من جديد شلون سوينا الشغل. طلاب بشكل عام أنا القيمة اللي استخرجتها هي واحد عدد صحيح 0 و5. هاي الواحد عدد صحيح 0 و5 هي قيمة عددية، المفروض أني أستخرج ما يقابلها وين؟ في الـ area under the curve، الـ standard normal curve. فبالتالي أجي أباوع، هذا هو مثل ما نشوف، هذا هو عبارة عن الجدول اللي راح نعطي لكم على مود تستخرجون هاي القيمة. فنجي أول قيمة هو شقد الواحد عدد صحيح. وين الواحد عدد صحيح؟ هذا هو الواحد عدد صحيح، خليناه. اوكي، نيجي هسه هذا كعمود. هسه اروح على القيم الموجوده اللي فوق واللي تمثل الصفوف، هذا هنا الموجوده، اجي ابحث عن قيمه اللي هي 0.5. هاي هي قيمه 0.5. شو راح اسوي هسه اني؟ راح اسقطها بحيث يصير تقاطع ويا من؟ ويا قيمه الواحد. فمن اجي اسقط، اوكي، هنا حيصير عملية التقاطع. فإذا هي هاي القيمة اللي هي شو تمثل لي؟ تمثل لي الواحد عدد صحيح، فإذا هي 0.3531. أجي هسه أجي أكتبها هنا من جديد. فعلى هالأساس فإذا الأريا حتكون إيش؟ حيساوي لنا 0.3531. فبالتالي نجي شلون هسه حاجة اكتبها بالصيغة الإحصائية probability للزت اللي هي أكبر من واحد عدد صحيح 0.5. شو راح تمثل لي؟ راح تمثل لي هسه نجي على القوانين اللي قبل شوية حكيناها. شو راح تمثل لي؟ انتبه هنا ايش؟ أكبر، نرجع شوية، الزد شبيهة أكبر من زد 1، العملية هي 0.5 ناقصاً الـ A، فإذا معناته إذا هنا أنا حيصير 0.5
0.5 ناقصا الـ A، بمعنى آخر الـ 0.5 ناقصا القيمة اللي أنا استخرجتها اللي هي 0.3531. إذن the probability للزد بهاي الحالة حيطلع لنا 0.1468. هذا خلصنا الجزء الثاني. الجزء الثالث هسه لازم أني أجي أرسم الشكل بيمثل area under the curve للتوزيع الاحتمالات النورمال. فمن أجي أريد أرسم طلابي الأعزاء، طبعا كالمعتاد نحدد هنا اوكي محور اكس واي، ولا ما حددناه نجي نرسم الشكل اللي احنا اتفقنا يكون شبيه بالجرس، والجهتين تكون لازم شبيهة، لازم تكون يعني متساويات. هذا هو الخط المنتصف اللي هو احنا قلنا يكون بالسنتر اللي هو بالنسبة للمين، فبالتالي هنا الزد شي يساوي لنا قيمة حتكون صفر. وايضا شي اتفقنا انه هو بالاصل مجموعة واحد، فبالتالي يقسم الى قسمين متساويين، كل قسم هو عبارة عن 0.5. بما انه أنا هنا القيمة الزد هي موجبة ومحصورة ما بين الزد والزد 1 اللي هي طبعا الموجبة، وين فرضا موجودة حتكون هنا، آسف ثواني، حتكون هنا أوكي، هاي هسه هنا، فراح انزل الخط. هاي شو حتمثل لي؟ هاي تمثل لي Z1 اللي هو واحد عدد صحيح 0.5. بما انه the probability للZ اكبر من واحد عدد صحيح 0.5، اذا هي وهي القيمة المحصورة مثل ما قلنا ما بين Z والZ1 واللي تمثل الاريا under the curve، إذا الاحتمالية راح تكون خارج هاي المنطقة، حتكون هاي المنطقة المضللة، لأن هو وين محصور؟ هو محصور هنا ما بين الزد والزد 1. القيمة اللي هو أنا استخرجتها هي استخرجتها خارج المنطقة، وشو تأكدت إن أنا طرحت إجمالي المنطقة بحيث حتى أعرف المنطقة المتبقية. هذا بالنسبة للمثال الأول عندما يكون greater than. زين، إذا جاني حسب المثال الثاني اللي هو لنا شو حيقول لي؟ حيقول لي هنا لا less than probability الـ x less than 170. فنجي نسجلها probability x less than 170. راح نحولها للصيغة العادية، بمعنى آخر the probability x أصغر من 170. راح نستخرج قيمة ال 1 unit in LSD، يعني نصف قيمة، فنصف قيمة ال 1 unit شو راح يساوي لنا؟ حيساوي لنا نفس الحكاية، تذكرون هو عبارة عن واحد، فنص قيمة الواحد إذن هو عبارة عن 0.5. أوكي استخرجناها. نجي هسه ننتبه على شغلة، هو ايش دا يقول؟ دا يقول هي أصغر من 170. بما إنه أقل من 170 إذن 170 ما راح تدخل بالحسابات، إذن لازم ندخل العفو ناخذ قيمة أقل من 170، وهذا من اللي يأثر عليها؟ يأثر عليها قيمة النص 1 unit in LSD، بمعنى آخر إذا الـ X إيش راح يساوي لنا؟ حيساوي لنا الـ 170 ناقصاً
0.05 اللي هي ال 1 unit، فإذا معناتها هي عبارة عن 169.5. هاي القيمة هي ما راح تدخل بال 170 وراح تنزل نحو الأسفل، لأن هو يقول أقل من عندها. هسا أوكي نجي نطبق القانون. القانون هو إيش راح يكون؟ Z1 يساوي لنا X1 ناقصا أيضا mu على السيجما، ف 169.5 ناقصا ال 160 على 10، فإذا القيمة إيش قد راح تطلع لنا؟ 95%. أوكي أنا استخرجت قيمة Z، بس هسه أوكي لازم استخرج قيمة Z وما يقابل وين؟ بال area under the curve. نرجع من جديد هنا، نرجع من جديد هنا ونحاول نستخرج القيم، القيمة الجديدة. شوي نوخر المسطرة في الوقت الحاضر. أوكي أنا حسب القيمة طلعت لي قبل شوية كانت إيش قد طلاب الأعزاء؟ كانت عبارة عن 0.95. إذا هنا هسه العدد الصحيح هو صفر، بس أجي أباوع هنا من نجي ننتبه أنا ترى عندي هنا 0.8 0.9، يعني خلينا نقول القيمة الأولى من الأول عدد عشري موجود بعد الفارزة، فأول عدد عشري هنا هو إيش قد؟ هو 0.9، فأجي عليه اللي هو هسه هذا، هذا هو نقلل حجم القلم، أوكي اللي هو هذا، نجيب المسطرة. إذن هسه إحنا هسه خليناها أوكي، هسه إحنا هسه شو حنشوف؟ حنشوف العدد الثاني الموجود اللي وياه اللي هو إيش قد؟ هو الخمسة 0.05. وين موجود ال 0.05؟ هذا هو ال 0.05، هذا هو قيمته. هم نفس الحالة راح نسوي عملية تسقيط، لأن النقطة اللي يتقاطعون اثنيناتهم هاي هي النقطة، هذه هي النقطة اللي تقاطعوا بيها، اللي هي مثل 0.3289 حسب ما تشوفوها هسه أمامكم. فبالتالي إذا القيمة 0.3289، نجي هنا نكتبها ونعوضها. إذا ما معناتها إنه الـ probability للـZ أصغر من 0.95، إذن الـ area إيش راح يساوي لنا حسب الـ table 1.3289. نرجع على القوانين اللي قبل شوية حكيناها وقلنا لازم نظل نتذكرها. شوفوا طلاب بس انتبهوا على هذا اللي هسه القيمة اللي شلون حكتبها. هنا السجدة يقول الحالة الأخرى القيمة شبيهة إذا كانت سالبة، إذا كانت إيش؟ سالبة، فراح تكون 0.5 زائدا A، 0.5 زائدا A. زين أنا هنا هي ما طلعت هي أنا عندي القيمة سالبة، لا أنا ما طلعت عندي القيمة سالبة، لعد على أي أساس تريدني أخذ 0.5 زائدا A؟ لا هو مو هي مو لا تطلع قيمة هنا سالبة حتى تأخذ هذا، هو اتجاه القيم اللي راح تطلع لك. أنت من ده يقول لك هي less than، إذا معناته راح ترجع يعني تنزل نحو الأسفل، معناته راح تأخذ جميع القيم السالبة وياها. لهذا هنا كأنه اعتبرت هي إيش؟ إذا هي عملية جمع، وراح ينكتب القانون بالصيغة التالية، يعني راح ينكتب القانون بهاي الصيغة: the probability Z أصغر من 0.95 هيطلع لنا 0.5
زائدا الأي بمعنى آخر اللي هو 0.5 زائدا 0.3289، وهذا اللي حيأكد لي أن الحكي مالتي صح، لأن القيمة طلعت 0.8289، يعني أغلبية الرسم إن أخذ، وهي قريبة لمن؟ قريبة للواحد. فهذا إذا الحكي مالتنا صحيح. فمن أجي سأريد أمثل الجزء الأخير والثالث، من أجي أريد أمثله مباشرة، إذا هنا إيش راح يصير؟ أنا عندي أوكي، من أجي أريد أمثله نرسم اوكي. هسه مثل ما قلنا لازم هنا بالمنتصف اللي هو شح يمثل لي زد يساوي لنا صفر اوكي. طبعا كل معتاد هنا قيم الزد بالسالب وهنا قيم الزد بالموجب، وايضا هنا حتكون 0.5 هذا 0.5. من أجي أنا حسب النتيجة اللي طلعت لي، طلعت لي إنه القيمة هي عبارة عن 95%، معناتها تقريبا هنا خلينا نقول مثلا هاي شو تمثل Z1 اللي هو 0.95. بس هو ايش يقول لي؟ يقول لي هي جميع القيم هي less than، فبالتالي إذا وهذا اللي أكد لي، فطلعت هي جميع القيم باتجاه القيم السالبة من هذه النقطة اللي تمثل Z1 فما دون. إذن هذا يكون الاتجاه بالاتجاه السالب، وعليه العملية صارت هنا عملية جمع. الحالة الثالثة بهذا المثال، الحالة الثالثة طلابي الأعزاء، اللي هي عندما تكون عملية إيش؟ The probability للX أكبر أو يساوي لنا 170. The probability X أكبر أو يساوي لنا 170. بما أنه الاحتمالية، هنا ننتج على شغلة جديدة صارت عندي، بما أنه الاحتمالية هي أكبر ويساوي، إذا نبدأ من قيمة هنا معناته ال 170 المفروض داخله، حتى أقدر أدخلها لازم أبدأ من قيمة أصغر من ال 170 اللي هو اللي يقول لي أكبر، فيعني حتى آخذ قيمة أصغر وأصعد، فبالتالي ال 170 راح تنخذ. طبعا شلون أقدر أبدأ من قيمة أصغر؟ من خلال إيش؟ أيضا من خلال النصف قيمة الإيش؟ ال 1 يونت ال اس دي. فبالتالي إذا نبدأ من قيمة أصغر من 170 لوجود المساواة، وشون يتم تضمين المساواة من خلال إضافة نصف قيمة الـ 1 يونت الـ 80 اللي هنا مثل ما قلنا هنا هي قيمتها 1، قيمتها الـ 1 يونت هي بالأصل 1، فإذا نصف قيمتها اللي هي عبارة عن 0.5، هاي الـ 0.5 إيش راح أسوي؟ راح حتى أضمنها لازم أخذ قيمة أقل، بمعنى آخر الـ X شح يصير 170 ناقصاً الـ 0.5، إذن قيمة الـ X هو عبارة عن 169.5، هي هاي القيمة اللي راح أستخدمها. فإذن الـ Z شح يساوي لنا X ناقصاً لـ ميو على السيجما يطلع لنا 169.5 ناقصاً 160 حسب معطيات السؤال على 10 حينطيني 0.95. أيضاً هسه شرح سوي، راح نروح للجدول على مود استخرج قيمة الـ Area Under the Curve اللي احنا قبل شوية استخرجناها، اللي هي هاي اللي هي نفس القيمة اللي هي عبارة عن 3 0.3289. فنجي نسجلها مباشرة، إذن نقول أوكي الأريا بهاي الحالة
حيطلع لنا 0.3289. بما أن الاحتمالية أكبر ويساوي، إذن هنا ايش راح يصير؟ الأكبر إذن عملية حصل عملية طرح، بمعنى أن الـ probability للـZ عندما تكون أكبر من 0.95 هتكون حسب القانون هو 0. ناقصاً قيمة الـ area under the curve اللي هي 0.3289، فراح يطلع لنا 0.17106. لهذا أنا كل مرة أقول لكم طلاب، هاي قبل شوية حكيناها، عملية الإضافة والطرح، اختلاف الإشارة وتشابه الإشارة لازم تعرفها كل الزين، وإلا الحل مالتك راح يكون خطأ. طبعا احنا نقدر ونقدر هم نعرفها من خلال الرسم، يعني خاف واحد يخطأ أيضا من خلال الرسم. شو من خلال الرسم؟ أوكي، هسا راح نحاول من خلال الرسم. أول شيء بالبداية نحددها المناطق، خلينا نشوف شلون راح نقدر من خلال الرسم. اوكي، هسه ايش راح نسوي؟ نرسمه. نجي هسه نقسمه هنا الى نصفين، هذا شو تمثل؟ زد يساوي لنا صفر، هنا القيم الموجبة لزد وهنا القيم السالبة لزد. اوكي، وهنا نفس الحالة 0.5 ب 0.5. قيمة ال الزت اللي أنا طلعت لي قيمة، يعني زت 1 اللي أنا طلعت لي هي تقريبا هنا لنفرض اللي هي زت 1 يساوي 0.59. نرجع للسؤال، السؤال هو ايش ده يقول لي؟ ده يقول لي انه هي أكبر ويساوي، يعني أكبر من هاي القيمة الموجودة هنا أو مساوية. كلمة أكبر إذا باتجاه من الطلاب الأعزاء، هذا هو الاتجاه، فبالتالي إذن الحكي مالتنا صح، لأن هو بهذا الاتجاه راح يكون، لأن هو أكبر أو يساوي، وهي هي منطقة صغيرة إذا قسناها بالمتبقي، فهو هذا الناتج فيكون مالتنا. إذن الحال صحيح. الحالة الرابعة الطلاب يعني راح تكون عليكم، لأن هي نفس الحالة، يعني آسف عندنا بعد واي أمور. راح أروح على example 1. هروح على example 1. example 1 شو يقول؟ مثل ما تعلمنا نحاول نثبت المعطيات بالبداية. for a measurement of size n يساوي لنا 500، إذن أنا أول شغلة لازم أثبتها إنه أنا عندي فشي اسمه الـ n، عدد الأرقام أو الحالات الموجودة هو شقد 500. بيقول لي أوكي، عندك الأرثمتيك مين اللي هو 151. 151. وكذلك عندك السيجما هي عبارة عن 15. بافتراض normal distribution إنه هذا الشغل اللي أنت عندك هو normal distribution. أوكي، find how many measurement، ومنطيك مجموعة من الحالات، أيضا هنحاول بعضها مو كلها. أول حالة منطيها إنه لو نجي نباوع هي between الحالة الأولى الـ A تساوينا between 112 and 55. أوكي، منطيني هاي الاحتمالية. من أجي أحل الخطوة رقم واحد، نحول هذا الحكي إلى كلام إحصائي. راح نقول the probability هي من 120. أوكي، خلينا نحكي هيك x، بما أنه هي between، ف x أكبر أو يساوي لنا 120 وأكبر أو يساوي لنا 155. أنا ليش هنا خليت المساواة؟ حتقول لي أوكي ماكو في شيء يبين لي أكو مساواة. لا، أكو في شيء يبين لك كلمة between،
كلمة between، من تقرأ كلمة between مباشرة أعرف أنه أكو مساواة بالموضوع. أوكي؟ كلمة between معناتها أكو كلمة مساواة بالموضوع. لذلك شوفوا، لذلك ابني أنا هنا سويت مباشرة خليتها x أكبر ويساوي 120 و x أصغر أو يساوي 120. هسه راح أجي أطبق، بس هنا صار عندي اختلاف عن الأسئلة السابقة، كون إنه هنا إيش صار عندي؟ صار عندي قيمتين للx، وبالتالي أكيد قيمتين المن للزد. طبعا بعد عندنا نقص لحد الآن ما اشتغلنا، اللي هو شنو طلاب شي يمثل لي نصف 1 يونت N L S D. من نجي نباوع حسب هذا أيضا هو عبارة عن قيمته واحد، فبالتالي إذا إيش قد يعني قيمة نصف قيمة ال 1 يونت L S D حتكون 0.5. نجي نطبق Z1 تساوي لنا، أحتاج القيمة بالنسبة لـ X الـ X1 والـ X2 إيش قد حصير كل واحدة من عدهم. نجي على كيفنا، الـ X1 نسوي هنا على جهة، هنا إيش دي يقول لي؟ إنه هي 120 أكبر أو يساوي الـ 120. هل هنا راح تدخل؟ نعم تدخل. ليش؟ لأن أكو مساواة، فمعناته لازم نأخذ أني رقم أقل من المية وعشرين حتى من يصعد يأخذ بداخل المية وعشرين. فشنو اللي أخذ الأقل من المية وعشرين؟ أخذ المية وتسعتاعش. هل أخذ مية وتسعتاعش أو مية وتسعتاعش ونص؟ لا، أنا أخذ مية وتسعتاعش ونص. ليش؟ لكوني ضمنت بمقدار اللي هو قيمة النصف قيمة الـ 1 LSD، فبالتالي حصير مية وعشرين ناقص 0.5 راح يطلع لنا 119.5. نفس الحالة بالنسبة لل X2 اللي هي بهاي الحالة ايش راح تصير؟ هنا هي عبارة عن 155. اوكي 155 ايش ده يقول لي هنا؟ هل يا ترى تدخل؟ اي نعم تدخل. ليش؟ نفس الحالة لوجود الهاي في المساواة، بالتالي لازم اخذ رقم أكبر منها. ليش؟ حتى من ينزل، لأنه هو يقول أصغر، حتى من ينزل يأخذ وياه 155، فبالتالي إذن هنا إيش راح يصير؟ زائدا 0.5 فيطلع لنا 155 ونصف. هسه راح أجي أطبق، فإذن هنا X1 ناقص ميو على سيجما، فراح يطلع لنا 119 ونصف ناقصا 151 على 15. عمليات طرح وقسمة وضرب حيطلع لنا الناتج هو عبارة عن سالب 2 عدد صحيح و1. خلي نكمل بعدين نستخرج الاريا، نطلع قيمة Z2. Z2 شو راح يساوي لنا؟ ايضا X2 ناقصا الميو على السيجما، بمعنى آخر هنا إيش قد حتكون؟ 155 ونصف ناقصا 151 على 15، شي يساوي لنا؟ حيساوي لنا 0.3. هسه طلاب الأعزاء راح نروح للجدول ونحاول نستخرج هاي القيم الموجودة عندنا. طبعا القيمة الأولى اللي هي سالب 2، أوكي سالب 2 و1 بالعشرة، سالب 2 و1 بالعشرة. هذا السالب الموجود هسه أمامي، هل يا ترى راح يأثر علينا؟ لا ما لنا دخل به. هذا السالب هسه نخليه على صفحة، من نروح للجدول انتبه، من نروح للجدول لأن لا هو هذا يأثر وبشكل مو طبيعي، بس احنا مثلا من نقول من نروح للجدول، من حروح للجدول هنا من أجي باعوا الجدول، أنا باعوا بالبداية مثل ما قلنا على يعني آسف خلينا نخلص من هاي
أضع عليها أول شيء كعمود، صح لو لا؟ يا ترى هل أكو قيمة مباشرة قيمتها 2 عدد صحيح وواحد؟ نعم، أكو مباشرة قيمة اللي هي أهاية اللي هي 2 عدد صحيح وواحد. زين، أكو مرتبة هنا بعد الواحد؟ لا ماكو. فبالتالي إذا أنا منو آخذ معناته؟ معناته هذا اللي هي 0 عدد صحيح، 0 0 اللي هي ماكو قيمة. فمباشرة هم نفس الحالة راح نمد، لازم يصير تقاطع، تقاطعوا هنا. فإذا تقاطعوا بهاي النقطة اللي هي 0 عدد صحيح 4، 0 عدد صحيح 4 8 2 1، هاي شو تمثل؟ الاريا اندر ذا كيرف بالنسبة لمن؟ للزد 1. نجي نسجلها ونكتبها. فإذا هنا طلاب الأعزاء بالنسبة للاي 1 اللي هي شرح تكون 0.4821. هسه وين نروح؟ هسه نروح للـ 0.3. نفس الحالة بالنسبة للـ 0.3، هم حقول اوكي هاي الـ 0.3 هل اكو اباوع شيء كعمود؟ هل اكو قيمة مباشرة 0.3 او قريبة او الى اخر؟ اي نعم، هي هاي الـ 0.3. فبالتالي ما عندي وراها اي قيم، فإذا هو هنا راح أباوع في نفس الحالة، أمد خط منا وأمد خط منا، فصارت عملية التقاطع بهذا اللي هو 0 عدد صحيح 1 1 7 9، وأجي أثبتها أيضا ها هنا. فإذا أي 2 اللي هي الأريا 2 راح يسوي 0.1179. أوكي، هسه أجي أطبق القوانين قبل شوي حكينا عليها. تذكرون إيش قلنا في حالة إذا تشابه الإشارات؟ نرجع شوية، نرجع هنا. إذا كانت الإشارات مش شابهة، فالعملية ما بيناتهم يا ترى هي عملية طرح لو جمع؟ بس لحظة على كيفك، أنا من أجي أباوع، أنا ما باوع على إشارات الأريا، أنا أباوع على إشارات من طلاب الأعزاء قيم الزت. فهنا سالب وهنا موجب، إذا أني مو هذا الصح، وإنما لازم منو؟ لازم هذا. ليش؟ لأن أكو different sign. عملية إذا بياتهم إيش؟ عملية جمع. فلهذا هسه أجي أطبق. إذا حتى أستخرج probability، probability z أكبر من سالب 2 عدد صحيح 1 وأصغر من 0.3، أحولها بصيغة الأريا اللي هي A1 زائد A2، أيضا حيطلع لنا 0.4821 زائد 0.1179، راح يطلع لي الناتج 0.6. هذا هو حيكون الناتج إذا كانت القيمة ما بين 120 و155. بس هل هو خلص؟ لا هو ما خلص، لأن أنا هو من يقول لي هيدا؟ يقول لي العدد القيم الموجودة من 500 حالة. إذا هنا عندي قبل ما أرسم حتى أعرف إيش كم قيمة موجودة بهذا الرينج، حقول له أوكي إذا عدد القيم ما بين هذا الرينج هو عبارة عن 0.6 مضروبا في 500، إذا ما يقارب 300 حالة بهذا الرينج. أوكي، نجي هسه نمثل الرسم، نجي نمثل الرسم الموجود أمامنا. أوكي، هذا هسه هنا قسمه بمعنى آخر، هسه هنا 0.5، هذا 0.5، هاي هنا الزت يساوي لنا 0، الزت يساوي لنا 0. أوكي، من هنا حتكون القيم السالبة للزت، ومن هنا حتكون القيم الموجبة للزت. نجي للقيمة الأولى، أول قيمة استخرجناها إحنا طلاب هي كانت سالب 2 و1، معناته هنا من جهة السالب، فهذا أول قيمة زت اللي هي زت 1 شرح يمثل لنا سالب 2 عدد صحيح 1. نجي هسه
بالنسبة للقيمة الثالثة كانت الثانية آسف كانت اللي هي 0.3 اللي هي موجودة بالموجب، فإذا هنا حتكون Z2 يساوي لنا 0.3. فإذا المنطقة هي المنطقة المحصورة ما بين هذه القيمتين، هذا هو بالنسبة للحل. هنا هي 300 وحدة محصورة اللي تنطيني اللي هو ما بين الـ 120 إلى 155. أوكي. الحالة اللي بعدها، الحالة اللي بعدها بالنسبة لهذا السؤال، هو يقول لك more than 185، أكثر من 185. كلمة هنا more than طلاب هي نفسها greater than، إذا من تجيك more than أو greater than هي نفس التطبيق، فإذا more than 185 راح نحولها إلى الصيغة، فتصير the probability. أوكي the probability المن z أكبر من 185. طلاب بما أنه هنا ماكو مساواة، فإذا 185 شبيهة ما راح تدخل المفروض بالحل، معناته لازم أخذ قيمة أكبر من 185 فصعودا. أوكي بس هاي لازم أول شيء قبل لازم شو أطلع؟ أطلع شقد قيمة نصف ال 1 يونت ان ال اس دي. ايضا هنا شقد هو عباره عن واحد عدد صحيح، فاذا نصف قيمته اذا هي شقد؟ هي عباره عن نصف، فبالتالي اذا الاكس 1 ايش راح يساوي لنا؟ حيساوي لنا 185 زائد 0.5 حيطلع لنا 185 ونصف، هاي القيمه اللي راح هسه استخدمها. فاذا اجي اكتب القانون، فز 1 يساوي لنا x1 ناقص ميو على السيجما، اذا هو عباره عن 185 ونصف ناقص 151 على 15 حيطلع لنا 2 عدد صحيح و3. هال 2 عدد صحيح و3 نجي نحاول نشوف ايش قد قيمتها هنا على هذا الجدول، 2 عدد صحيح و3. فمن نجي نجيب المسطرة، يا ترى أول شيء مثل ما قلنا احنا نباوع كعمود، هذا العمود أكو قيمة 2 و 3 أو 2، المهم يعني احنا ندور هسا قيمة 2 وين 2 وين 2 هاي 2، إذا أوكي لحظة هاي أكو 2 و 3، بس هاي 2 و 3 هي بيور بالنسبة إنها طلعت، فمعناته هو هاي القيمة اللي أني استخرجتها. أوكي من اجي حقاطعها طلاب الاعزاء ويا من حقاطعها ويا الصفر، يعني ما لها قيمه يعني اعشار وراها ورا الثلاثه، فاذا ايش قد القيمه اللي طلعت عندي؟ طلعت قيمه 0.4893. فبالتالي اذا الاي يعني اللي هي الاريا هي عباره عن 0.4893. قبل ما أبدي أرسم لازم أطلع شقد قيمة الـ probability بهاي الحالة عندما تكون الـ z أكبر من 2 عدد صحيح و3، شقد يا ترى حتكون؟ حتكون هنا حسب القوانين اللي تعلمناها، بما أنه أكبر فإذا 0.5 ناقصا 0.4893، فإذا القيمة هي 0.0107. هل يا ترى خلصنا؟ لا بعد ما خلصنا، لأن لازم هسه احنا شو نطلع؟ الـ number of العملية ما بين اللي هي 185 نضربها بمن؟ نضربها بالـ 500، فإذا عدد القطع هي عبارة عن 5 عدد صحيح و3، طبعا راح نقربها، ليش راح نقربها؟ لأن طلاب أنا حسب السؤال كله أنا أعداد صحيحة، فما يصير يطلع لي عدد إيش؟ أيضا يختلف، ولا تنسوا إنه نفس الحالة مال normal distribution.
أيضا يعني المواضيع السابقة. هسه نجي نرسم حتى نتأكد من حكينا صح، لو خطأ نجي أيضا نرسم. فمن نجي نريد هسه نرسم مباشرة هذا الحد الأول، أوكي نجي بالنسبة هنا، يلا نغير المكان طلاب لأن بدا يكتب، اوكي هنا هسه نرسم، اوكي نقسمها الى نصفين، فهنا الزت يساوي لنا صفر، قيمة الزت هون اللي هي طلعت لنا 2 العدد الصحيح، اذا هي بالجهة الموجبة، فهنا فهاي 2 عدد صحيح و3 اللي هي تمثل لنا الزت 1. هو بما انه هو يقول هي اكبر، فبالتالي اذا هي ما محصوره ما بين الزت 1 والزت، وانما هي محصوره خارج النطاق بمعنى اخر هي هنا، وهذا ما يؤكد ان قيمه اللي القيمه الصغيره اللي استخرجناها له. اوكي طلاب، راح اخذ هنا فرع دي، يعني السي هو نفسه تقريبا، راح اروح مباشره على الدي، يعني بي فكره معينه حلوه. هاي الفكره شو تقول لك؟ تقول لك equal to 128، هنا اذا هو مساوي المل 128. هنا المساواه صارت حالها حال كلمه البتوين، حالها حال كلمة البتوين، فلهذا اكو مصطلحات لازم تفهمها من تشوفها، لازم تعرف شلون تتعامل وياها. فبالتالي من نجي نريد نحل هسه شلون اجي راح احلها؟ اقول له اوكي بالنسبة للدي اللي هو equal to 128، راح نحولها الى صيغة الاحصاء، راح تنكتب بهاي الصيغة، إذا هي الـ probability x يساوي لنا 1 2 8، أيضا نصف القيمة مال 1 unit، الـ 1 unit كنصف قيمة أيضا ايش راح تكون طلاب الأعزاء؟ حتكون 0.5. وبما إنه هو هنا راح نجي على كيفنا، أنا هسه المفروض حسب الحكي هو equal، قلنا احنا between، زين مو البتوين هو range، يعني لهذا أنا كتبته هنا صح أم خطأ؟ لا هذا خطأ. ليش خطأ طلاب الأعزاء؟ احنا ايش قلنا؟ كلمة equal هي عبارة عن كلمة between، وbetween هي عبارة عن range، رينج ما بين قيمتين، فإذا هذا اللي أنا كتبته هنا خطأ، إذا لازم أرجع أحدده من جديد لكواليتي، يعني probability هنا ايش راح تصير عليها أساس؟ راح تصير على أساس إنه الإكس أكبر أو يساوي لنا إكس 1 وأصغر أو يساوي لنا إيش؟ إكس 2. ليش طلاب الأعزاء؟ لكونها إيكوال بتوين. أوكي حتقول أنت ما راح تجيب قيم، يعني من حتجيب لي انت قيمتين؟ لا انا حاج اقدر اجيب قيمتين وبكل سهوله. القيمتين اللي حتصير كانه قيمه، لان يعني احنا باعوا كلمه اكبر او يساوى او مساواه، معناتها حتاخذ شنو؟ راح تدخل القيمه اللي هي 128، فلازم اخذ قيمه اصغر وتصعد. اصغر مساواه لازم تاخذ قيمه اكبر وتنزل، معناته هنا اذا كانت اكبر، اذا هي مو هنا 128، إذا هي هنا 128، من أجي أريد هنا أكبر من وتساوي، إذا لازم آخذ قيمة أصغر من 128، ومن تصعد راح تاخذها، من هي الأصغر من عندها اللي هي 127.5. ليش هالنصف؟ لكونه هو عبارة عن 1 يونت. هنا ايش راح تصير؟ لأن هي أصغر، إذا راح تاخذ قيمة أكبر من الـ 128 وراح تنزل حتى تدخل وياها. أوكي.
هسه إذا مباشرة راح نطبق، طبعا ولا ما نحول الـ probability إلى صيغة الـ z، فـ z فإذا الـ z أكبر من z1 وأصغر من z2 من z2. أوكي هسه نجي نكمل، فإذا z1 ايش راح يساوي لنا؟ x1 ناقصا ميو على سيجما حيطلع لنا 127 ونصف ناقصا 151 على 15 حيساوي لنا سالب 1 عدد صحيح 5 7. هنا بالنسبة للـ z2 يساوي لنا x2 ناقصا ميو على سيجما حيطلع لنا 128 ونصف ناقص 1 5 1 على 15 حينطيني سالب 1 عدد صحيح و5. من نريد نستخرج مثل ما قلنا الاريا اندر ذا كيرف ايش راح يصير؟ حيصير كالتالي، ايضا نروح هنا اول قيمة اني احتاجها، اول قيمة انا احتاجها هي 1 سالب 1 عدد صحيح 5 7، مثل ما قلنا احنا ما ندخل هسه بالسالب، احنا نبوع على 1 عدد صحيح 5 7. بما انه انا هنا عندي 1 عدد صحيح و5، فاذا هذا انا هاي كانه القيمه رقم 1، وهنا حتصير هذا ايش؟ هذا العمود وهذا حيكون الصف. فالعمود هذا حددناه، اجي اخلي المسطره، خلينا المسطره هسه وراها شريط، انا سيد الصف، وش احتاج الصف؟ انا عندي 0.07 اللي هو هذا 0.07. هسه اجي راح اسقط ما بيناتهم، وهنا نفس الحاله راح امد، فعمليه التقاطع صارت بهاي النقطه، فاذا هو 0.4418 هاي القيمه الاولى. الثانيه، القيمه الثانيه اللي استخرجتها اني كانت عبارة عن سالب واحد ونص، سالب واحد ونص، هاي سهلة مبينة. أيضا احنا قلنا هذا يمثل عمود، لأن عندي واحد ونص، هذا عندي عمود، زين الصف وين؟ هنا أنا الصف ما عندي شيء، إذا هو عبارة عن 0.0 اللي هو هذا. أيضا راح نسقط، فصارت إذا هاي القيمة هي 0.4333 اثنين. اجي هسه اعوضها هنا، اذا area 1 راح يطلع لنا 0.4418، وهنا الاي 2 يطلع لنا 0.4332. نجي هسه نحاول نرسم هذا الرسم، فمباشره من نجي نريد نرسمه هنا نقسمها، ها طبعا القيم السالبة وهاي القيم الموجبة، وهنا عبارة عن Z1 آسف، وهنا عبارة عن Z، قيمة Z ايش قد تساوي لنا؟ هنا حتساوي لنا الصفر اكيد. هسه من نجي القيم اللي انا استخرجتها، انا استخرجت قيمتين اللي هي نتذكرها سالب 1.57 وسالب 1.5، يعني تقريبا متقاربات جدا. لنفرض انه هاي الاولى، هاي الاولى اللي هي Z1 يساوي لنا سالب 1.57، وهاي عبارة عن Z2 اللي يساوي لنا 1.5. فإذا العملية وين محصورة؟ هنا حتكون الحل مالتها محصور. بس قبل كل شيء، هل احنا كملنا الحل على كيف؟ نحن بعدنا ما خلصنا الحل، نحن نريد نستخرج القيم، طبعا احكي هنا القيم مالتها. فبالتالي إذا حتى أقدر استخرجها، إذا لازم أقول probability، probability المن حتكون سالب 1.57
أصغر من زد، والزد حتكون أصغر من سالب واحد على الصحيح وخمسة. هذا شنو معناته؟ معناته 0.4418 ناقصا، ليش ناقص؟ لتشابه الإشارات 0.4332. هذا الناتج مالتهم أنا بيش أضربه؟ راح أضربه مباشرة بخمسمية، مباشرة راح أضربه بخمسمية، راح ينطيني أربع وحدات هي اللي تمثل هاي القيمة. أوكي طلاب الأعزاء، راح نأخذ آخر مثال، يعني آسف هي مادة طويلة جدا، فنأخذ المثال الثاني وإن شاء الله المثال الثالث والرابع من يصير عندنا حل لتمارين هاي إن شاء الله أشرحهم وياها. نيجي على المثال الثاني، نيجي نقرأ هو إيش يقول لك. For a sample of washer produced by a machine, the mean inside diameter mu is 5.02 mm and the standard deviation is 0.05 mm. The maximum useful اللي هي هنا tolerance in the diameter is 4.96 to 5.08 mm. Otherwise, the washers are considered defective. Determine the percent of defective washers. هنا ايش يقول لك؟ اوكي يعني ماكينه لانتاج غسالات، هاي الغسالات تنتج لنا في حدود معينه الحد الاقصى المسموح بها بالتفاوت يعني بالجوده، خلينا نسميها هو من 4 على الصحيح و96 الى 5 على الصحيح و8. زين بين لي هل النسبه الغير صالحه من هاي الغسالات ايش قد؟ يعني اذا هنا هو منطيني رينج، هنا ايش؟ انتبهوا، هنا منطيني رينج، ان هو من قال لي اكو نسبه اكو من والى، فاذا هو منطيني رينج. هذا الرينج اذا شنو معناته طلاب الاعزاء؟ معناته بتوين، معناته ايكوال، مساواه. اوكي اجي اكتب الـ 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 المعطيات، نجي نكتب المعطيات. فهنا اول شيء الميو تساوي لنا 5 على الصحيح 0.2 مليمتر، حشوفون ليش كل ساعة حركز على كلمة المليمتر. هنا السيجما هي عبارة عن 0.05 مليمتر. هنا أنا عندي رينج، هذا الرينج طلابي الأعزاء هو من بادي، هو بادي من 4 عدد صحيح و96 المن إلى 5 عدد صحيح 0.8. أوكي بما أنه هناك وحدات متمثلة بالمليمتر، إذا التوزيع هنا normal distribution. يعني شوفوا سأعني طلاب جبت لكم هيك أسئلة، أنا شو هعرفها؟ رقم واحد قلنا إذا أكو دوت، وقلنا إذا أكو وحدات، خلاص هذا أكو وحدات اللي هو مليمتر، فبالتالي إذا وحدات متمثلة بالمليمتر إذا هو normal distribution، هاي رقم واحد. زين رقم اثنين شلون أيضا عرفت إنه هو عبارة عن normal distribution؟ لنفرض ما موجودة الوحدات، لنفرض أعداد صحيحة، بقى عنش منطيك كلمة، منطيك maximum، آسف اللي هي max useful. من تقرأ هيك كلمات minimum bus بعد شوية حيجينا القلة من الـ اللي نجحوا الأعظم للاستفادة، هاي الكلمات كلها هي عبارة عن إيش؟ كل عبارة عن normal distribution. فبالتالي إذا إيش راح يصير هسه هنا؟ هذا لأن هذا دا يمثل لي range، هذا إيش دا يمثل لي طلاب الأعزاء؟ هاي الحشاية دا تمثل لي range اللي هي من 4 و 96 المن إلى 5 عدد صحيح 0.8 non defective. أوكي وبما أن القيم قلنا إذا بدلالة المليمتر، فإذا هي أيضا X وليس Z، وبالتالي لازم يعني الزيت ما تجي وياها وحدات، يعني الزيت غير شيء، يعني طلاب من اجي افسر ويا نفسي لازم بهالطريقه. اوكي هسه هاي المعطيات، بس اكو معطى مهم لحد الان انا ما استخرجته اللي هو ايش هذا المعطى؟ اللي هو ال1 يونت ان ام اس دي. انا ايش قد قيمه ال1؟ هنا عندي هو هذا قيمته 0.01، حتى استخرج نصف قيمته
حينطيني 0.005. هاي إذن أيضا من القيم اللي لازم نعرفها. أوكي، من أجي أيضا أريد أكتب probability حتى أبدي أحل. probability هنا نشرح تكون حتكون من 4 على الصحيح، يعني العفو x أكبر أو يساوي لنا 4 على الصحيح 96، والx أصغر أو يساوي لنا 5 على الصحيح و8 10، لكون هنا هاي probability شرح تمثل لي، هتمثل لي z أكبر من z1 وأصغر من z2. طبعا طلاب احنا بالنسبة للz ما نخلي الإكوال المساواة. أوكي، هسه لازم نستخرج إيش قد قيمة الـ x1 وإيش قد قيمة الـ x2. ونفس الحالة بما أنه معناته مثنياتهم داخلين، فبالنسبة للـ x1 إيش راح يطلع لنا؟ حيطلع لنا 4 عدد صحيح و96 مطروحا منهم عبارة عن 0.005. راح تكون قيمة الـ x1 الجديدة 4 عدد صحيح 9 5 5. هاي بالنسبة للقيمة الأولى للقيمة لx1. بالنسبة للقيمة للx2 شرح تكون هي 5 عدد صحيح 0.8 زائد مقدار نصف قيمة LSD اللي هي 0.005، فإذا حيطلع لنا 5 عدد صحيح 0.85. هاي شو تمثل القيمة الثانية. هسا نجي نطبق بالنسبة للz1 حتى نستخرج قيمته. فالz1 شرح يساوي لنا x1 اللي هو 4 على الصحيح 9 5 5 ناقصا ميو اللي هو 5 على الصحيح 0.2 على 0.05، حينطينا قيمته سالب 1 على الصحيح و3. هاي هي القيمة الأولى اللي بعد شوي راح نستخرج مالتها الاريا. بالنسبة للz2، بالنسبة للz2 شو حصير؟ حصير الx2 اللي هي 5 على الصحيح 0.85 ناقصا 5 على الصحيح 0.2 على 0.05. ايضا عمليات الطرح والضرب والقسمه والى اخره، اذا صار جد انا عندي 1 على الصحيح و3. هسه راح احاول استخرج قيمه الاريا، فراح نروح لهنا، وهنا ايضا من نجي نشوف أنا عندي قيمتين. القيمتين اللي هي أول وحدة 1 على الصحيح و3 هي بالسالب. أوكي، أجي أباوع العمود بالبداية، هذا هو العمود. أوكي، هنا أنا أصلا عندي قيمة اللي هي 1 على الصحيح و3، بما أنه ما موجودة وياها قيم أخرى فمعناتها حباوع هنا، فحاصل التقاطع ما بين القيم انطاني هاي القيمة اللي هي 0 عدد صحيح 4 0 3 2. نفس الحال القيمة الأخرى بس هذيك هي يعني 1 عدد صحيح و3 اللي هي موجبة، وأيضا هذا هي العمودي وهذا هو الأفقي وعملية التقاطع، وأيضا راح تطلع لنا نفس القيمة اللي هي 0.4032. أوكي، نرجع هنا من أجي أريد أكملها حتى قبل ما أرسم. إذن probability من أجي أكتبها شو حصير؟ حصير Z أكبر من سالب 1 و3 وأصغر من 1 على الصحيح و3. بما أنه هنا الإشارات مختلفة فالعملية المفروض هي بيناتهم عملية جمع، فبالتالي إذن A1 زائد A2 يطلع لنا 0.4032 زائد 0.4032، حيطلع لنا 0 على الصحيح 8064. بمعنى آخر، طبعا هو هنا انتبه هو جديدها هنا بالنسبة مئوية percentage، فإذا الإنتاج الجيد يعني ويعتبر الإنتاج غير الجيد لازم ناخذ مثل ما قلنا كنسبة مئوية. فش راح نسوي؟ تعرفون كل الزين أنا هنا طلعت الإجمالي، أنا ما طلعت اللي السيء، طلعت فشي لا ما طلعت، إذا طلع من عنده فشو أنا طلع؟ بما أنه الإجمالي هو 1 فراح ننقصه من مقدار اللي هسه استخرجناه، لأن يعني استخرجت هذا الزين وليس المو زين، استخرجت هذا إيش؟ هذا الزين. فواحد عدد صحيح
صفر ثمانية صفر ستة أربعة، وبيش أضربه؟ أضربه في مية حتى أحوله كنسبة مئوية، إذن 19.4% هو شي يمثل لي، حيمثل لي التالف أو السيء. من أجي أريد أرسم هنا، بقى انتبهوا على هذا الرسم، هنا يختفي شوية الرسم، انتبهوا عليه. من أجي سأريد أرسم أيضا هذا، أوكي نيجي نحدد أوكي. طبعا هنا منتصف مثلا لنا زد 1 زد 0، زد يساوي لنا 0 الأصلية. إيش قد قيمة الزد 1؟ قيمة الزد 1 هي عبارة عن سالب، ها هنا هي زد 1 هي عبارة عن سالب 1.3 بالعشرة، أما بالنسبة للزد 2 هي كانت بالموجب، وكانت زد 2 تساوي 1 على الصحيح و3 بالعشرة. هنا هي المفروض هي المنطقة اللي هي شو تمثل؟ هاي تمثل A1 وهاي شو تمثل الـ A2. لكن بالنسبة وين المناطق اللي هي تغطيها؟ لأن هذا هنا الناتج اللي هنا اللي أنا حصلت عليه، هذا الناتج هو التوب البيرفكت الماشي اللي ما عندي بيه مشاكل. اللي عندي بيه مشاكل هو كان وين؟ هو الخارج. فمعناته إذا هنا هو ألقي التالف، هو هنا اللي يمثل لي إيش؟ الديفكت. مفهوم طلاب؟ لأن أنا هذا اللي استخرجته، هذا اللي استخرجته الموجود هنا هذا يمثل الجيد. إذا الأطراف المنا ومنا هي شو تمثل؟ السالب. زين ليش عندي أطراف؟ لأن أنا عندي قيمتين محصورة بيناتهم الجيد، فمعناته إذا الأطراف الخارجية هي السيئة، لهذا أنا عندي طرفين هنا. هاي الشغلات لازم تكون واضحة لكم طلابي الأعزاء. طلابي أتمنى تكون إن شاء الله المحاضرة واضحة، هي محاضرة طويلة يجب أن تركيز تقوها من البداية للأخير، وشكرا لكم ولإصغائكم.